يجب عليكم أن تحذروا، يجب عليكم أن تتنبهوا. إن الناس يخططون إلى بعيد، وليس هذا الأمر بقريب بل من زمان قديم، وهم على هذه الحال كما قال أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى. أسمعتم أحدا منهم يسب أبا جهل، يسب أبا لهب، يسب فرعون، يسب هامان، قارون السامري، أيسب النمرود؟ ما سمعنا بهذا ولا قرأناه في كتبهم، مع أن أولئك كفرهم صريح وفعلهم شنيع، نص الله على كفرهم ونص النبي على ذلك، وقال عن أبي جهل فرعون هذه الأمة، ومع هذا لا يسبونهم ولا يتكلمون عليهم، بل لا يسبون إبليس ويسبون هؤلاء. ما جريمتهم؟ ما صنيعتهم؟ بماذا تكرهونهم؟ لأنهم نقلة القرآن والسنة. يحسدونكم على ما عندكم من الخير، ما عندهم أسانيد للقرآن، ما عندهم أسانيد للسنة. أسانيد القرآن والسنة ينقلها أهل السنة والجماعة. هم يريدون الطعن في الكتاب، يريدون الطعن في السنة، يريدون دينكم، لا يريدون الصحابة، يريدون الدين الذي نقله الصحابة رضي الله. ماذا فعل الصحابة؟ الصحابة قال الله فيهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا، أي من عادتهم وديدنهم، ركعا سجدا. أهؤلاء منافقون؟ المنافقون هم الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أين هم الذين قال الله فيهم: رحماء بينهم؟ من هم؟ من هم الذين قال الله فيهم: وألف بين قلوبهم؟ من هم؟ من هم الذين قال الله فيهم: أدلة على المؤمنين؟ من هم؟ هؤلاء يريدونهم، يريدون هؤلاء. إن موقفنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط لأشخاصهم، وإن كنا نقف معهم لأشخاصهم، وإنما لهذا الدين الذي نقلوه. فإن في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن في القرآن ورد له، وإن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعن في السنة ورد لها، وإن في الطعن فيهم رد لما سطره التاريخ من سيرهم العطرة ورد له. إن في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب للقرآن، تكذيب للسنة النبوية الشريفة. طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عجز كما يزعمون عن أن ينجح في تربية هؤلاء الصحابة، أعجز صلوات الله وسلم؟ من سينجح إذا عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربية هذه المجموعة؟ من سينجح؟ من سيقبل هذا الدين؟ من يقبل هذا الدين؟ إنه مجرد مبادئ لا يمكن تطبيقها. إذا قلنا إن محمدا قد عجز، وإن خير البشر الذين مدحهم الله عجزوا عن ذلك، من يقبل هذا الدين؟ ماذا نصنع بقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه؟ ماذا نفعل بقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ماذا نفعل بقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ ماذا نصنع بهذه الآيات التي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بهذه الحالة عندهم؟ رد لهذه الآيات، رد للسنة النبوية. إن الدين مراد، إن الشريعة مرادة. لا يريدون الصحابة، يريدون أن يصلوا على جماجم الصحابة وعلى ظهور الصحابة إلى إبطال هذا الدين العظيم. فتمسكوا بدينكم ودافعوا عن نقلته، فإذا أبطلوا قول نقلته أبطلوه وردوه.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن أصحابه رضي الله عنهم لم يفرطوا في مجلسه قط، بل كانوا يتقاتلون على وضوئه وعلى بصاقه وعلى شعره صلوات الله وسلامه عليه. تولى النبي صلى الله عليه وسلم تربيتهم بنفسه، قاتلوا معه أقرب الناس إليهم وأحب الناس إليهم قبل الإسلام، فصاروا أبغض الناس إليهم. بماذا؟ بالتوحيد، بقراءتهم لقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كان قرآنا يمشي. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون باعوا دينهم. بماذا باعوه؟ بماذا باعوه؟ بمال؟ من دفعه؟ من استلمه؟ أين هذا المال؟ هم بذلوا الأموال، بذلوا المهج، بذلوا البيوتات، تركوا أهليهم. تركوا كل شيء في سبيل هذا الدين. فمن حقهم علينا أن نعرف لهم قدرهم، وأن نعرف لهم مكانتهم، وأن نجلهم ونقدرهم في تقديرهم نصرة هذا الدين والحفاظ على سياجه العظيم. فاتقوا الله وانتبهوا إلى ما يراد من هذا الدين وما يراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن مجالس السوء وعن أهل السوء. أي جالس أهل السوء؟ كان صلوات الله وسلامه يمدح الجليس الصالح ويذم الجليس السوء. أيترك الجليس الصالح ويأخذ الجليس السوء؟ أيهاجر مع أبي بكر ويتزوج ابنته؟ الله يقول: الخبيثات للخبيثين. أيتزوج النبي الخبيثات؟ لو قلت لأي واحد منهم: أترضى أن تكون زوجتك مثل عائشة؟ يقول: لا. رسول الله قبلها صلوات الله وسلامه عليه. إنهم يريدون أن يقولوا: رجل سوء لقي أصحاب سوء فتعاهد معهم وتعاقد معهم وصاهرهم وصاهروه. هكذا يريدون. فعلينا أن نتنبه، والله أعلم.